الحالية غير مسموح له بالخطأ وغير مسموح له بالتراجع إلى الخلف. الآن المسألة صارت واضحة، بركان من كبار النادي أوبيلا، مرفوعة ديال الكرة بالراس وفيها ركنية، نعم، بينما النادي أوبيلا يرفع كرة والتغطية القتالية ودور قيادي وبمثابة المدرب الثاني لفكرها أمام السمات الدفاعية النيجيرية، والكرة تطول مباشرة إلى ضربة مرمى النهضة البركانية. عريضة خطيرة هذه الكرة، ترك عودة كل عناصر النهضة البركانية، مرفوعة الكرة والحمياني سهلة. الثاني يتمنى بركان أفضل، بركان أفضل وفيها ممكن فيها ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء للنهضة البركانية، برافو الغندور لم يتر. 22 دقيقة، الصافرة المصرية تعطي الإذن والفحل يتقدم ويسجل، نعم الجول الأول لفائدة النادي البركانية بطريقة رائعة. يوسف الفحلي يفتتح العداد لفائدة فريق النادي البركانية من علامة الجزاء، هدف يحفز اللاعبين، هدف ميمورشيا بعدي أنيكوي وقي الشرقي، الشرقي لازال يحافظ على هذه الكره، يمشي بها على الجهه اليمنى هنا ناحيه لعب اديبايور، اديبايور التي يجب توفرها للمهاجم راس الحرب الكلاسيكي، ولكن فيها تعطيه من الشرقي، مرور خطير، مرور خطير هنا العرضيه، وعاد ذلك لخطوره على حمزه الحمياني، هنا الكره الاماميه، سقوط سقوط هنا اللاعب كيسيندا يلعب البينيه، يمشي الشرقي بكوتونو اعتبارا يلعب في البنين، بينما كرة هنا السلام يلحق على هذه الكرة اللاعب الفحلي، الفحلي يرفع كرة في حمزة المساوي، خطيرة هذه، خطيرة هذه، خطيرة اديبايور، اديبايور يسجل، اديبايور يسجل هدف التعادل. حذرت كثيرا من هذا اللاعب، حذرت كثيرا من اديبايور وقلت بان اديبايور لاعب خطير لو تعطيه مجال هو قادر انه يسجل كما فعل في الذهاب. ها هو يسام، صراحة دائما نتكلم على ردة فعل مدافعين هنا في منتصف الشوط الاول، عموما هنا العرضية والمتابع رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وبيلا عالية 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 جدا، عالية جدا اليوم، ويدخل على اللاعب، يدخل على اللاعب ما يخليش المجال ليرفع الكرة فيها ركنية، تلوانتو ممتازة، يمشي حمزة، حمزة يدخل، حمزة لا يمكن ان تلعب كرة جميلة في هذا الميدان، تلعب الركنية ترفع الكرة من المادي، وبيلا في القائمة الثانية، دايو دايو أعلى من الجميع سددها، لكن مرت عالية على مرمى الحارس للوصول إلى المرمى، حمزة المساوي هي الكرة الطولية، حمزة يعني الكرات على المقاس في اتجاه رأس اللاعب الشرقي، بعدين كوقت بدل ضايع، كرة في وسط الميدان هنا تمشي ناحية اللاعب كيسيندا، تخرج مباشرة إلى الرامية الجانبية، جانبية بركانية والكثير الكثير بركانية، هنا يمشي اللاعب كيسيندا، كيسيندا يرفع من جديد وبالراس، لذلك هنا اقتحام احد اللاعبين او احد الماتش لبركان خارج الميدان، لم تنهزم النهضة، يلعب البينية وصلت بعد ذلك ناحية قبولي البديل، قبولي يبغى يدخل اديبايور، حذاري من التسديد، حذاري من التسديد، هنا الجهة اليسرى فيها عرضية، فيها راسية ميسو الشرقي، عندك الكرة الآن يا الفكاك، عندك الكرة الآن يا الفكاك، صعود أصحاب القامة الطويلة، الرأسية الرأسية وممكن، ودايو ثاني ثاني، دايو يسجل والحكم يقول فيها وضعية تسلل في اللقطة الماضية، الراية ترفع، كثير من الاصطدامات تلعب هذه الكرة في اتجاه دايو، دايو ركنية، حذاري من هذه الكرة، سوء تفاهم، سوء تفاهم، اديبايور، اديبايور والهدف الثاني بنفس الطريقة، غريب بنفس الطريقة، ومرة أخرى إسماعيل، مرة أخرى إسماعيل وقبله يوسف وضايو، غير معقول، غير معقول، نسخة طبق الأصل للهدف الأول، وتكلمت عن الأخطاء التي يرتكبها دفاع فريق النهضة البركانية، فعالية والأخطاء متكررة بينما فيها عرضية، تلعب الضربة الحرة أوبيلا، المباراة لم تنتهي بعد، أمامي هذه الكرة سهلة بعد ذلك لهاميسو، إذن هايق من بداية مشوار هذه البطولة يعتبر من المرشحين، لا 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 لا، لكن في النهاية دوري الكونغو غير دوري المغربي.
خصوصية الدوري المغربي. كان بركان لا يلعب على الألقاب. هنا الكرة العرضية الرأسية بعد ذلك لازالت الفحلي، بينما الكرة الأمامية في جميع الأحوال مقياس نجاح. وصلت على الجهة اليمنى هنا ناحية لعب الفحلي، الفحلي العرضية من الفحلي تأتي أمام نادي سيمبا. الكرة ترفع بهذا الشكل، تغطية دفاعية. تعادل يا شباب لأن الوقت يمضي. الكرة مرة أخرى بركانية العربي، يسدد العربي هنا، وصلت على الجهة اليسرى. لذلك فالتعادل هو مهم بالنسبة لبركان اليوم. زملاء الفحلي، يلا يا الفحلي، يلا يا الفحلي، استلم الكرة الفحلي هنا في المراوغة. في خطأ وإنذار، الخطأ وإنذار وضربة حرة لفائدة فريق مرشح كبير فيها. تلعب هذه الضربة الحرة بعيدة، بعيدة تماما. الجزاء لازالت بركانية، لازالت بركانية وفيها خطأ وفيها ضربة حرة للفريق. يعطي الإشارة، ترفع هذه الكرة بالراس والتعادل يضيع. بركاني أمامية والهاميسو من جديد يتابع بهذا الشكل. محمد العليا من يتابع بالراس. هنا دايو، هنا دايو، هنا دايو، لازالت خطيرة النهضة البركانية. هنا بعدي يرفع، بعدي ياميسو. يا دفاع اتحاد الدرك يا سميد في هذه اللحظات لازالت جول. التعادل لماذا البركانية مشاهدينا الكرام؟ الحكم قال بأن الكرة تجاوزت الخط. السلام عليكم، صباح النور والطبيعة وانتم وديك شي غزال. ولو انه كاين البرودة ولكن اللي قالوا معليش معليش. سليم جيت مورا العول دخيل المدرسة. سليم انا في بروكسي. سليم سليم، شوف شوف شوف، هاك امير، هاك اولد الذين. شوف سليم، ايوا سليم كي يحشم خليه. صافي صافي خليه، القرع باباهم. احنا عندنا الزين، واخا شايب وشارف وقرع ولكن بياسه ما بياش. شوف شوف واش زعما تجيب الثمن. اولاد وفينهم سليم امير اغيط.